لا ترضي أعداءه، فما بالك بمحبي عشاقه في كل مكان. بكل تأكيد برشلونة فقد الصورة والبريق والرونق اللي كان عليه خلال السنوات والسنوات الماضية. الصورة التي يظهر عليها البارسا من خلال هذا الموسم لا ترتقي أبدا لمكانة هذا النادي، لوضعيته، لحضوره التاريخي، للأسماء التي قدمها. عاود هالو يا ليو، عاود هالو يا ميسي. ميسي لازم يخطط، ميسي لازم يفكر، لا لا لازم يعمل وحده. لا لا ميسي قال باش تضيعوا لي دوري الابطال. ميسي نظره لزملائه ورفقائه لا يفهمها الا من لعب كره القدم. ضريتوني باش تحرموني باش تضيعوني. كم سيبقى لكم ميسي؟ كم سيبقى لكم ميسي؟ تحرك يا بوسكيتس، العب يا البا وفيق، اجري يا لونجلي وقاتل، خذ كراتك يا روبرتو، ما تخليش يتعدى يا سميدو. عاود هالو يا ميسي، عاود هالو يا اينشتاين كرة القدم. أتذكر مقولة، بعض ذكرياتنا أفضل من كل ما يمكن أن يحدث لنا مستقبلا. بعض الذكريات أفضل من كل ما يمكن أن يحدث لنا مستقبلا. هذا وضع جماهير البارسا، لا يمكن أن يأتي بالتأكيد ما هو أفضل من بارسا بيب، ذلك الفريق التاريخي ربما الأعظم في تاريخ كرة القدم، تلك التشكيلة الذهبية وهذه الوضعية، وبالتالي كل المقارنات التي تأتي بعد مع كل المدربين ستكون ظالمة بشكل أو بآخر. استغلال التواجد، استثمار التواجد، اللعب أيضا بجوار ليونيل ميسي ليس من الأمور السهلة، ولكن هذه من الأمور التي يجب أيضا حتى على إدارة البارسا بأن تستغل فترة ما بقي من ميسي، السنوات المتبقية من ليو ميسي، لكل ما قدم طوال مشواره ومسيرته وما زال يقدم حتى الآن. إدارة برشلونة مدينة له بتوفير ما يساعد على استمراره لأطول فترة ووقت ممكن في الملاعب. لديكم ميسي، احتياجاتكم أقل من الآخرين، أقل من الآخرين، لكن الإدارات بحاجة إلى توفير ما يساعد، ما يستثمر من خلاله وجوده ما بقي من سنواته في أرضية الملعب. حتى الآن عدم استثمار زمن ميسي بالشكل الصحيح في السنوات الماضية نشاهده ونشاهده في هذا الموسم حتى هذه اللحظة، إلا إن استطاعوا أن يعالجوا الأمور.